اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، ها فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. قد المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتوغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. فريق التعاون إجدابية. مسيرة الفريق الأول لكرة القدم مع مسابقات كرة القدم الليبية مسيرة طويلة زاخرة تستحق أن نسبر أغوارها ونغوص في أعماقها لنستخلص منها الدروس والعبر والذكريات والحكايات التي تستحق أن تروى للأجيال. فهي مسيرة حافلة بالإصرار والإرادة، ولم تستسلم للظروف أو تعترف باليأس رغم كل ما تعرضت له من إحباطات وخيبات أمل أحياناً وتحديات. كانت المرة الأولى الذي بدأ فيه تعاون إجدابية يتردد صداه هنا وهناك داخل الأوساط الرياضية في ملاعب كرة القدم المحلية خلال مطلع السبعينيات، عندما كان فريقاً طموحاً يتطلع للصعود سريعاً ومبكراً إلى مصاف دور الأضواء بنجوم شابة من أبناء المدينة نشأوا وترعرعوا داخل أروقة النادي العريق، وكانت كل الأنظار تترصد وتتربص خطواتهم الرشيقة وتقتفي أثرهم منذ ذلك التاريخ. بدأ التعاون ينشد النجاح ويشد إليه الأنظار والانتباه ويجذب اهتمام الجميع، وصارت كل العيون تتجه نحو ملاعب مدينة إجدابية وتحديدا نحو مدرسة التعاون. وكانت مواسم الثمانينيات مواسم للحكايات حين قدم التعاون جيلاً آخراً رائعاً. فمواسم الثمانينيات كانت من المواسم الذهبية والهامة في مسيرة الفريق الذي ملأ الدنيا وشغل وحير الناس وحبس أنفاس جماهيره لسنوات ومواسم طويلة، حيث كانت فترة عامرة بالنجوم والمواهب رغم سوء الحظ العاثر الذي رافقها في كثير من الأحيان. تميزت مسيرة الأزرق والأصفر بالصبر على آلامه ومعاناته، وكان نتاج صبره الطويل وطول ترقبه وانتظاره بأن أنصفته الكرة والملاعب والجمهور الرياضي بمنحه شهادة الإعجاب والثناء أينما حل وارتحل، عندما كان الفريق في الكثير من تلك المواسم العصيبة يخوض غمار منافسات رحلة الصعود الماراثونية لدور الأضواء، لكنه كان يصطدم بسوء الحظ في الأمتار الأخيرة. ظل الفريق وفياً لمسعاه حتى تحقق طموحه وبلغ مبتغاه وصبر فنال وحقق طموحه وعانق الحلم الذي لطالما راوده طويلاً بصعوده المستحق لدور الأضواء لأول مرة موسم 95-96-900 ليضع حداً لمعاناته وإخفاقاته بعد أن ابتسم له الحظ قال كلمته وكان نداً وصنواناً، بل وتفوق على العديد من الفرق التي سبقته خبرة وشهرة وسجل ظهوراً لافتاً. نال الفريق شهرة واسعة وكبيرة منذ أن كان ضمن فرق دور الدرجة الثانية، وكان هو بطل مسابقاتها ومتصدر مشهدها ومراحلها الأخيرة ونجم مواعيدها الحاسمة منذ مرحلة ما بعد منتصف السبعينيات، حيث يعد الفريق من أكثر الفرق المحلية في مسابقات الدوري الليبي وصولا إلى المراحل الأخيرة والنهائية لتصفيات الصعود لدور الأضواء. وتوج الفريق هذه المسيرة ووضع حداً لرحلة معاناته بتتويج جهوده وكل الأجيال السابقة ونيله بطولة بنغازي والصعود لأول مرة في تاريخه للدوري الليبي الممتاز عام 95-96-900.
الذي تواجد بملاعبه ثلاث مواسم متتالية حتى عام 1999، وفي موسم ظهوره الأول بملاعب الدوري الليبي الممتاز وهو موسم 1995-1996 و1000، خاض الفريق أول مباراة رسمية له أمام المحلة وأسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، أحرزه اللاعب عبد السلام خميس فيما حقق أول انتصار له على ملعبه على حساب الانتصار بهدفين لهدف، جاء في المرتبة الثالثة ضمن فرق مجموعته الثالثة. وفي موسم الظهور الثاني تواليا بدور الأضواء حل الفريق في المرتبة الثالثة وقاد الفريق لرحلة الصعود والظهور الأول بملاعب الدوري الليبي الممتاز المدرب التونسي علي النابلي، بينما يعد مدربه الوطني مصطفى مرسال من أكثر المدربين المحليين الذين قادوا الفريق في مراحل تصفية الصعود. عاد الفريق بعد غياب طويل دام قرابة 18 عاما في الموسم الرياضي 2015-2016 ليجدد علاقته بدوري الأضواء وليحافظ على بقائه ضمن فرق النخبة بدوري الأضواء للموسم الخامس تواليا. لقد غاب الفريق عن دوري الأضواء طويلا، لكنه عاد كبيرا إلى الواجهة بفضل عزيمة شبابه وإصرارهم. وطوال مشاركات الفريق في الدوري الليبي الممتاز في 8 نسخ منها 5 متتالية لم يقتصر تألق وبروز أبناء التعاون بغلالة فريقهم فقط، بل تألق الكثير من نجوم الفريق مع العديد من الفرق المحلية الأخرى ومنتخباتنا الدولية، ونجحوا في تقديم الإضافة لها وصنع الفارق، وساهموا في تتويج العديد من الفرق بالألقاب والبطولات المحلية. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. Ravenol, the lifeblood of your car.